السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. نشرت العديد من القنوات والصفحات صور مخيفة لألاف المواطنين وهم يهربون جماعيا بسياراتهم في إحدى الولايات، وهذه التفاصيل الكاملة تابعة الفيديو للأخير. فر الآلاف من المواطنين منذ قليل بولاية فلوريدا الأمريكية والعديد من الولايات الأخرى، وقالت العديد من الصفحات الناشطة على الفيسبوك ترقب مشاهد لدمار هائل غدا الأربعاء في بعض الولايات الأمريكية وخاصة ولاية فلوريدا نتيجة التحاق عنف وأقوى إعصار يضرب المنطقة بسرعة رياح قد تصل 300 كيلومتر في الساعة وأمطار طوفانية تتعدى 600 متر وعلو أمواج قد يصل إلى 16 متر.